السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين سناب رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في برنامج سواعد وهمم من أرض الحرم، بتوجيه كريم من معالي الرئيس العام وبرعاية مستمرة من مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود. نلتقي اليوم بعدد من الكوادر النسائية بالمسجد الحرام للتعرف على جهودهم في خدمة الزائرات خلال موسم رمضان المبارك. أهلا وسهلا، عرفينا بنفسك. سحر طيب المطرفي من وحدة سقيا زمزم النسائية. طيب أستاذة سحر، عرفينا على الخدمات التي تقدمونها للقاصدات والمعتمرات خلال شهر رمضان المبارك. خدمات متنوعة في وحدة سقيا زمزم، سواء في المصليات الداخلية في المسجد الحرام أو في المرافق الخارجية. نوفر حافظات ماء زمزم في المصليات النسائية وأيضا في المرافق الخارجية، وفي حال عدد ازدياد القاصدات في المصلى يتم زيادة العدد حتى يتسنى للقاصدات التمكن من أخذ ماء زمزم بكل يسر وسهولة. أيضا يتم عندنا توفير عربات كاسات ماء زمزم في المشربيات وفي داخل المصليات حتى تتمكن العاملة من التنقل بكل سهولة. من الخدمات أيضا الموجودة في وحدة سقيا زمزم الاهتمام والعناية بحافظات زمزم، من نظافتها، من التعقيم، من نظافة الاستيل، حتى نظهر بالصورة المشرفة لبيت الله الحرام.